وانت ايه توقعاتك يا احمد في كاس العالم للانديه؟ مساء الخير يا ساره، مساء الخير على الكره الاهلاويه. طبعا احنا رايحين متوقعين انه اي ماتش هنلعبه مع اي فريق هيكون مباراه صعبه، لكن الحقيقه يمكن الدحيل بحكم ان هو صاحب الارض والضيافه، وبحكم الحقيقه كمان انه بيضم عدد كبير جدا من الاسماء المحترمه في عالم كره القدم، سواء المجنسين طبعا ومنهم دوليين في منتخب قطر، او سواء المحترفين اللي جايين من انديه كبيره جدا زي مثلا المهدي بن عطيه لاعب البايرن واليوفي السابق، زي المساكني الحقيقه يوسف المساكني لاعب ونجم تونس الحقيقه، واحد من اكثر اللاعبين المهمين جدا والمحوريين في الفريق. لكن زي ما قلت الحقيقه رجاله الاهلي وهي رايحه بطوله العالم عارفه انها شايله وراها تاريخ ووراها في ظهرها جماهير كبيره جدا، ايا كان المنافس بقى وايا كانت القرعه. انا عارف في ناس ممكن تكون بتفضل او ليها حسابات فريق عن فريق تاني، لكن في النهايه انت رايح تقابل بطل، رايح تلعب مع بطل قاره او بطل منطقه، او حتى لو كان الدحيل صاحب الارض وضيافه، فدي طبعا بالتاكيد بتدي له ميزه كبيره. الاصعب يمكن بعد كده ان شاء الله لو قدرنا نتخطى ماتش الدحيل ان احنا هنلعب مع بطل اوروبا المرشح الاول للفوز بكاس العالم للانديه بايرن ميونخ. والحقيقه يمكن نتمنى بس انه عروض اللي بيقدمها النادي الاهلي هناك ورجالتنا تقدم عروض قويه ومشرفه.